بمشاركة يتوقع أن تصل ل 3000 شاب وشابة، تستعد مدينة الشباب 2030 لفتح أبوابها الشهر المقبل تحت شعار بحريني وأفتخر، حيث تحتفل المدينة هذا الصيف بعامها العاشر وتقدم مجموعة من البرامج المتنوعة ضمن توجهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة من أجل ترسيخ قيم المواطنة والارتقاء بجيل الشباب من شرائح المجتمع كافة. صغار اليوم قادة المستقبل، هكذا كان نتاج مدينة 2030 خلال السنوات الماضية، حبلى بالمواهب وآلة لا تنفك عن حصد المبدعين والمبتكرين. وفي هذا العام تعلق نجمتها العاشرة مستثمرة فصل الصيف ضمن توجهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في احتضان الشباب البحريني. نحرص أن احنا نظهر بصورة مغايرة، كونها هي السنة العاشرة لنا وسنة عزيزة على قلب كل الناس اللي تشتغل في هاي المشروع. طبعا مشروع مدينة شباب 2030 سنويا يأثر فيه الكثير من الشباب، نحاول ان احنا قد ما نقدر نحتضن مجموعة كبيرة من الشباب البحريني، بالذات في فترة عطلات الصيف اللي انت تحتاج ان انت تطلع طاقاتهم، تطلع مواهبهم، تطلع كل الافكار اللي عندهم، ونحاول ان احنا نطلع بمخرجات متميزة سنويا علشان نقدر نهيئ الشاب البحريني لسوق العمل. وطبعا ما يكتمل مشروع مدينة شباب سنويا إلا بدعم من تمكين وشراكة لهذا المشروع. خطط متجددة تتوافق مع الرؤية الشبابية المتلألئة في المملكة وتتسق مع أهداف التنمية المستدامة، تأتي كل سنة متكيفة مع ما يتطلبه الواقع الشبابي البحريني. اعتمدنا احنا في هاي السنة نظام القطاعات وليس المراكز اللي يكون فيها البرامج التدريبية، وسعنا القطاعات اللي عندنا، كان احنا كل قطاع بيصير عنده تخصص يدرب فيه الشباب اللي يسجل في مدينة الشباب. وهالسنة احنا استحدثنا حركة جديدة اللي هو التسجيل عبر الابليكيشن اللي تابع لوزارة شؤون شباب الرياضة اللي هو الاي شباب، يقدرون اولياء الامور والمشاركين انهم يسجلون بكل سلاسة من خلال هاي الابليكيشن ويتمون عملية الدعم من خلال 3 خطوات: تنزيل تحميل البرنامج، تسجيل دخول عبر الايكي، ودفع والاشتراك في البرنامج. باكورة من البرامج تركز على صقل المشاركين لتضعهم على منصة تطل على المشاهد الاقتصادية والتنموية والعلمية وغيرها، ولم تنسى فئات ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل دمجهم مجتمعيا ومن أجل إنتاج بحريني متكامل. في كل صيف يجتمع الكم والكيف، ففي هذه المدينة يكمن اللقاء والارتقاء، فيخرج المشارك من هذا المكان أفضل مما كان. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف.